قام أشخاص مجهولون بتخريب مؤسسة تعليمية تابعة لمجموعة مدارس تخنزة بإقليم حيشاوى، حيث تفاجأت الأطر التعليمية لدى عودتها من العطلة البينية بتخريب حجرات المؤسسة التعليمية المذكورة والعبث بمحتويات الحجرات الدراسية. وقالت مصادر محلية إن كتب ودفاتر التلاميذ لم تسلم من هذا الفعل الإجرامي، إذ عمد الجنات إلى تمزيقها هي الأخرى، مضيفة أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي المختار بشرت تحقيقاتها للوصول إلى مرتكبي هذا الفعل الإجرامي.